رسالة من رئيس أساقفة ليما البيرو، من قال أن المسيح لن يعتلينا هذا العام. عندما يأتي في الحقيقة مرتدياً اللون الأزرق والأبيض والأخضر في المستشفيات، من قال أن يسوع الناصري لم يعد بإمكانه التكفير عن الذنوب بالوقت الذي يبذل فيه الكثيرون أنفسهم لرعاية المرضى في غرف الطوارئ، من قال أن يسوع الرازح تحت وطأة الآلام والموت لن يعتلينا يوم الأربعاء المقدس. أراه في أطبائنا الذين يشعرون بالتعب والإرهاق، في سمعان القيروان يمد يد المساعدة بمبادرة متواضعة في كل عمل يقوم به الممرضات ومقدمو الرعاية وعمال النظافة جنبا إلى جنب هو معهم بدون استراحة، مثل يسوع الذي مر عبر طرقات أورشليم راكبا على حمار. كذلك تفعل شاحناتنا الجبارة، حيث يقضي السائقون الليالي مستيقظين لتزويد الأسواق ودكاكين الحي والصيدليات والمحلات التجارية. دوريات الجيش والشرطة تجوب الشوارع المكفرة وهم ليسوا مع عائلاتهم لأنهم يعتنون بنا. وبعيدا عن المدن ينحني يسوع على جروحات الأرض ليضمدها. يذهب إلى البحر على متن قارب، يضع الكابلات، يحفر الآبار أو يرعى الماشية. لا يقول أحد أن الرب غير موجود في الشوارع، في الكنائس الفارغة حيث يحتفل الكهنة بالقداس اليومي. دعونا لا نقول إن الشخص المحكوم عليه لن يخرج هذا العام، إذ هو ذاك الصوت اللطيف الذي يهمس بأذان المحجورين في منازلهم لمؤاساتهم وتشجيعهم. دعونا لا نقول إن الشخص القوي لن يتنقل هذا العام في قلب عالمنا بصلاة الكثيرين وبذل حياتهم في سبيل الحب، يتعبون لكنهم فرحين. بدون شك إن المسيح موجود أيضا في محلات السوبر ماركت، يعمل في تجديد تعبئة الرفوف أو في الشحن أو جالسا على طاولات المحاسبة. يأتي يسوع في شاحنة مطلية باللونين الأبيض والأخضر، يجمع الكمامة ويذهب بعيدا بدون أن يلاحظها أحد. أشعر اليوم براعية الفقراء، العذراء مريم تجلس حزينة في الشوارع وابنها مسجى في حضنها. إذا مررنا بجانب القبور نرتعب بأجمعنا، فلا يغيبن عن بالنا أن هناك تكمن قوة الشخص الذي غلب العالم. ربما لن يكون هناك تطوافات مع صور وتماثيل، لكنك الآن ترى المسيح يأتي للقائك في قلب حياتك مستترا في آلاف الوجوه بدون شموع وأجراس. وحتى لو لم يكن هناك مظاهر احتفالية هذا الصيف، سنستمر في تحسس رحيق إيمان شعبك، فالحب يتخطى كل الحواجز والقلب الحر لا تأسره السجون. سيكون أسبوعا مقدسا ولا شك، بل أكثر من أي وقت مضى. لا تطوافات ولا شموع ولا أجراس، ولا يزال أسبوعا مقدسا أكثر من أي وقت مضى. فهذه حقيقة إيماننا.